دونك مرحبا بكم اليوم مرة أخرى، كل نهار نتقابلوا جدد لقاءنا معكم يوميا في كوجين رمضان سبيسيال كونفينمون، باش نحضروا لي روسيت اللي تحبوهم. وكان عندكم أي حاجة تحبوا تتفاعلوا معنا تنجموا تلقاونا على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، على الانستغرام زادا كيف كيف، وعلى لار كولينير باي مؤمن. أول حاجة نشكر راديو بون لونور حازم بن عيسى، دونك كيف كيف اللي يتلاها بالبث على راديو بون لو نور، وتونسكو خالد عويش. دونك بالنسبه للروسيت اليوم عندنا حاجات سهله، حاجات ما طلبش برشا وقت وما طلبش برشا جهد. باش نبداو بالحاجه الاولانيه باش تتابعونا باش نحضروا الشعر نتاع الكنافه. عندنا شوربه حلال بالدجاج، المنيو ديجا نجمو نشوفوا المنيو على الانستغرام مع بعضنا. المنيو عندنا حلال بالدجاج، عندنا سلطه مشكله، شعار نتاع الكنافه، دجاجه محشيه بالكسكسي وبوزه. دونك ما عليكم كان جوج تتابعونا شنو باش نحضروا لي روسيت بالنسبه لينا. تابعونا شنو باش نحضروا لي روسيت بالحاجه. انا هو بيبي جاب حذانا اليوم موجود في الكوجينه اللي هو ويربول. دونك عندنا لي بلاك اكسيليوم، موجوده لي بلاك اكسيليوم، وعندنا فور وميكروون زاد كيف سيزيام سونس. دونك بالنسبه للحاجه الاولانيه نشوفوا شنو هما الحاجات اللي باش نطيبوهم. ماذا بينا نحاولوا نقراو حساباتنا في الوقت، في شنو هما لي تكنيك دو باز اللي يسهلوا علينا الحاجات في وسط الكوجين. دونك ديما بالنسبه لكم في وسط الكوجينه تحاولوا تكونوا اورغانيزي. عندنا لي برودوي تبارك الله ما شاء الله. اليوم باش نعملوا حاجه سبيسيال، نبداو بالحاجه باش نستحقوا للحليب شويه زيت نجمه ديو، نحطوا شويه زيت. عندنا شويه سكالوب دو بولي مليحه، دونك ناخذ السكالوب دو بولي باش نقصوه ومرسو، نجمو معانا هنا تابعونا. دونك زيد نقول لكم حاجة، تنجمو تتفاعلوا معانا راهو في اللايف سبيسيال كونفينمون في رمضان. تقولوا لنا شنو هما لي روسيت اللي تحبوها، شنو هما الأسئلة اللي تحبوها، واحنا نجاوبوكم. حاجة الأولانية غسيل الدجاج باش نحطوه باش يتقلق. كيف نجم نحطوه على نار هادية ولا على نار قوية؟ هذه بالنسبة للدجاج. كيف موجود اللايف ديريكت على الانستغرام، للي يحبوا يتابعونا يلقاونا على الفيسبوك يلقاونا على اللايف. باش نزيدو مع الدجاج شويه بصل، شويه خضره، عندنا شويه سفنيريا، شويه بطاطا، كل قدر وقدره بالنسبه للحليله مزيده موجوده في باكو. هاي الحليله متاعنا. دونك ان غران ميرسي الورده، حليله ورده. باش نحطوا شويه طماطم فريشكه. دونك نذكركم اللي بالنسبه للرسيد نتاعنا باش نبداو بالحليله، حطينا شويه زر نتاع الدجاج مليحه، زدناه شويه بصل، زدناه شويه طماطم، شويه فانيليا، شويه بطاطا، شويه كلافس. هاي معهم الزيت اللي ما نستحقوهوش كالعادة، نحطو الرفاء، نسمعو صوت الجميل متاع الخضرة كي تبدا تشتش. عندنا شوية ثوم، سنتين ثوم، هاذوما باش نزيدوهم غير حلالهم.
تحطوا شوية طماطم معجونة، شوية حمص، نخلطوا كل شيء مع بعض. توا فرموها مادامها خضرت، يقعد لنا كان باش نطبخوها بالماء. بعد ما تقليت الخضرة نرقعها بالماء، ننقلوها على غاز وبلاش، ويقعد لنا توا نفاح. بالنسبة للنفاح شو نسحقو؟ شوية كركم، دونك عندنا لي زيبيس نتاع الجميع ديجا موجودين. فما فاريتي حلوة برشا تنجمو تستعملوها في الكوجينة. مع الكركم باش نحطو شوية في الكروية، شوية في الفلفل الأحمر، كل واحد وشنو يحب النفاح اللي يحب. كيف لازم نزيدوها توزيزة ونحطو شوية عيسى عربي، نخليوها لبعض، نحطوها نخلطو مليح مليح. نخليوها سلة سلة. دونك هذايا بالنسبة للشربة. توا باش نتعداو للسلاطة. السلاطة كنا خلينا شوية ماء يغلي، عندنا خضرة ديجا موجودة مشكلة ميكس مكسيكان. دونك بالنسبة للميكس باش نحطوه يغلي في الماء. لاستيس باش يقعد لنا الخضرة بالكولوراسيون هذيكا، ماذا بينا فيسا فيسا بعد ما نطيبوها نحطوها في ماء بارد باش تحافظ على الكولوراسيون. دونك نعبيو في بول شوية ماء بارد، كان عندنا شوية كلاسون يا حبذا كيما، خليو الخضرة تغلي. وبعد ذلك باش نعملوا شعر نتاع الكنافه. دونك الجماعة اللي خلطوا علينا باش تتابعوا مع بعضنا الروسيت كيفاش نحضروا شعر نتاع الكنافه. دونك انا كنت سبقت وحضرت الوصفه نتاع الكنافه هذيا في بيبرون حطيناها، اللي هي سهله. الكاس نتاع فرينه استعملنا الورده البيضاء، فرينه سبيسيال جاتو. دونك عندنا فرينه سبيسيال جاتو، وعندنا كاس نتاع ماء، ونص كاس نتاع شاي فانواز، وعندنا مغرفة زيت. دونك بالنسبة لينا نفس الكاس اللي نكايلو بيه هو بيدو، يعني الكاس نتاع الفرينة ناخدو نفس الكونتيتي نتاعو كاس نتاع ماء، ونص كاس نتاع نشي فانواز، ومغرفة زيت. نخلطوها مليح مليح ونخليوها شوية ترتاح، ومن بعد باش نوريكم الطريقة نتاع الأعداد. جوست توا نتابعو بالسياسة بالسياسة اللي تاب، وباش نحاول نكون معاكم بالسياسة باش ما نبعدوش برشا على الروسيت. دونك تابعوني باش ما ندخلوش بالنسبة لينا في روسيت واحدة أخرى. نطفو ديما البلون دو ترافاي، بالنسبة للروسيت باش نستحقو اخترنا اليوم سوسيسون تراديسيونيل مليحة، وي دام لوندور. دونك باش يكونو مع سلاطة مشكلة، ناخدو بارتي. تاع سوسيسون تراديسيونيل مليحة، صوها كالعادة مربعات، نجم يكونو مربعات كبار، نجم يكونو مربعات صغار، كل واحد وكيفاش يحب. نجمو مع السلطة مشكلة راهو نزيدو حاجات أخرى، يعني نزيدو عظم، نزينو بالعظم، نزينو بأي حاجة احنا نحبوها. نذكركم زيادة تنجموا تتفاعلوا معنا راهو على اللايف، تسألونا تقولولنا شنو طيبتوا، شنو هي الدبرة نتاع اليوم، شنو هما لي روسيت اللي تحبوها، شنو هي الفكرة، وحنا نحاولوا نتفاعلوا معاكم ونجاوبوكم على الأسئلة ونعطيكم لي روسيت
نعرفوا سيرتو في شهر رمضان يعني برشا يسألوا على الكنافة وعلى شعار نتاع الكنافة، وذيك علاش اليوم اخترنا باش نعطيكم الروسيت سبيسيال بالنسبة للشعار نتاع الكنافة. بالنسبة لبعض ما كملنا قصينا السلامي تراديسيونيل مليحة، خليها بارك حدينا، نسحقوا شوية تومات سوريس، نجمو نزيدو شوية معدنوس، يعني السلطة تبدا مشكلة على الذوق على الحاجة اللي نتوما تحبوها. بميرسي شيف، أول مرة طبق شنيا باش طيب توا خلط بيه الجماعة اللي خلطوا علينا. دونك بالنسبة للروسيت كنا عملنا حلالم بالخضرة وزر الدجاج خلطناهم مع بعضهم. بالنسبة من بعد عندنا سلاطة، دونك مع السلاطة باش نزيدوا شوية جبن شوية سلامي شوية أي حاجة انتوما ديريكت تاع الانستغرام. كما كنت نقول مع السلطة نجمو نزيدو مع الخضرة المشكلة نزيدو شوية جبن. اخترناكم اليوم لوندور، هدام لوندور مرسوم تاع جبن مع السلطة. نجمو نزيدو زيتون، نجمو نزيدو كبار، يعني كل قدر وقدر، كل واحد كيفاش يحب يحضر. وزيد اليوم راهو فكرنا في الناس الكل، وذاك علاش زيد باش تلقاو عندي سير سبيسيال اللي هو بوزة. دونك بوزة مي سبيسيال، كي نقول سبيسيال باه شايف نحب نسهل على طريقة إعداد سلطة الموزاريلا. باه بالنسبة للسلطة نتاع الطومات موزاريلا، دونك عندنا شوية حبق ولا تنجم تزيدها البيستو، هذه الحاجة الأولانية. عندك الطماطم تخدم بطماطم رونديليت يعني طماطم كعب للونجي ولا بالطومات سوريس مع طريف الوراق الحبق والموتزاريلا العربي، هذوما الكل خلطهم مع بعضهم. تنجم تعمل دريساج يعني كل حاجه وحدها، ورقه نتاع طماطم ورقه نتاع موتزاريلا وحبق سسبوندي مع بعضهم، ومن بعد تخلطهم دريسيون في صحن وتحط فوقهم البيستو، وهكا تكون عندنا سلطه طماطم موتزاريلا. دونك من بعد ما قصينا جبن اخترنا لكم اليوم ايدام لوندور مليحة باش نزيدو شوية نصوصيو بشوية أصواص. دونك اخترنا لكم مايونيز تشيز بجبن، لافونتاج هاكا ان جو كومبيني بين المايو تشيز والمايونيز، يعني مايونيز وجبن زوز من بعضهم. نزيدوها لمسة سحرية متاع موتارد، موتارد ألونسين بونا. عندنا زيادة كيف كيف زيت ديو نجمة، مش كان للكويسون بركة راهو حتى للاسيزونمون تاع السلطة يكون باهي. باش نحطو شوية زيت ديو، ميلونج ما بين زيت متاع التورنوسول وزيت تاع المايس. باش نزيدو شوية فلفل أكحل، تولينا البازة متاع السلاطة يعني الأولانية، تولي البازة حاضر. نتفقدو الخضرة، الحليلم هاكا قاعدة تطيب. مسألتونيش على علاش الماء قاعد يغلي لهنا في عندنا كسكاس ومقفول باش نحضروهم، شنو باش نعملو بيهم؟ باش نعملو دجاجة محشية بالكسكسي. دونك هذايا روسيت راهي زمنية، روسيت قديمة من قاع الخابية، دونك موجودة يعني من قديم الزمان. باش نسحقو دجاجة، باش نسحقو الكسكسي، باش يكون فارسي. ما عليكم كان باش تبعونا باش تشوفو لي زيتاب بسيسة بسيسة. دونك الحاجة الأولانية باش نحطو الكسكسي. عندنا كسكسي دياري، الكسكسي ديالي جويد، هاكا الكسكسي مش كان يكون موجود يطيب، نقولو احنا يتحط في شقالة بركة، هاكا نجمو نستعملوه
فما في الشرق يعملوا روسيت نتاع سلطة كسكسي، كيما سلطة كسكسي، سلطة نتاع برغل. هذه روسيت توا اللي باش نحضروها، دونك عندنا شوية كسكسي نفوقوه بالنسبة للفيه. باش نحط شوية كروية، شوية تابل، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، وباش نزيدو شوية نعناع شاي. دونك هذوما كلها بالنسبة للكسكسي قبل ما نخليوه يتفور. ليزيبيس موجودين يبيس بين الجميع، حاجة بالحق جربتها يعني ما شاء الله تبارك الله تراديسيونيل تاع 66 كيف، تلقاوها في زهرة لويترين دو تيروار. بعد ما خلطنا ماخذينا الكسكسي وفوحناه مليح مليح، نجم نزيدو كونتيتي نتاع كسكسي تبع الناس الكل ونخليوها غارنيتور زادا في كيف. هذي بالنسبة للكسكسي، واحدة بركة ونجيكم. مازلت بحذاكم، زدو كونتيتي نتاع كسكسي فرد مرة هاكا الناس الكل. حطوا شوية ملح، خلطوا مليح مليح ونزيدوه توا الزيت. هنا طوندون قبل كل شيء حطوا الكسكاس المغفول، حطوا شوية زيت ديو نجمة، كيف بالنسبه للكسكسي راهو فما بليزيور روسيت، اذا احنا اخترنا لكم روسيت سهله ناخذ شويه ماء كما يقولوا الناس بكري، قلت تبثبث الكسكسي بشويه ماء. تعلمنا مع عند جدود، مع عند لمهاتنا، وتحية ليهم، تحية للنسال كل الشاطرات اللي في رمضان يقعدوا يعديوا وقتهم كل باش يحضروا الماكلة، وإحنا يعني نقعدوا نتبعوا فيهم نقولوا يا حضرتي الماكلة، مي بالحق يعني فما تعب. الكسكسي تو باش نخليوه يتفور، كونكور تنجمو تسألونا شنو عندك، بومودورو، بازيليكو، باه شارتغالي، واللي يحب في جو خرفة تنجم. بيان سور بيان سور، بالنسبة للجو كيما قلتلكم الجو متاع الكسكسي يعني سولون لي بريفيرونس متاعكم شنو تحبو، تنجمو تحطو شوية قرفة، شوية شوش ورد، يعني أي حاجة تنجمو بالنسبة ليكم تحبوها لو جو هذاك لوتونتيك اللي تحبوه نتوما ريشيرشي نجمو تزيدوه في الكسكسي. ما هذايا شنو باش نستحقو، فقدوا الخضرة سي بون طابت. لاستيس باش تقعد لنا الخضرة، ماذا بينا الخضرة باش تقعد لنا يعني تحافظ على الكولور نتاعها. فيسع فيسع من الماء سخون للماء البارد، نزوها فيسع فيسع باش تحافظ على الكولور.
والحاجه الثانيه كيف كيف على قد ما نخليو الخضره نكسه شويه طيب على قد ما تعطينا المنفعه نتاعها. هاي الخضره حضرت كالعاده الزيت اللي ما سحقوهوش نحيوه من بعدنا. نتفقدوا الحليلة نجمو نزيدوها شوية ماء نخليوها سلة سلة كيف كيف على نار هادية. حاجتين بالنسبة لنا عن الكوستي هذاك السويت وعنا الحلالم والسلاطة. السلاطة كنا أخذينا شوية جبن شوية طماطم سوريز شوية سوسيسون مليحة خلطناها مع بعضو موتارد شوية مايو تشيز شوية زيت كيف كيف نجمو نزيدو شوية مع الملح والفلفل الأكحل شوية لاسيزونمون ديما نريكتي في لاسيزونمون. الخضرة هاي حضرت مش من بعد نخلطوها وتكون عندنا سلطة حاضرة. يعني اليوم بالنسبة للمنيو خفيف ما يطلبش برشا حاجات دونك عادة كل حاجة والمود كويسون نتاعها. دونك بالنسبة للخضرة يعني هو سيت ان ميلونج تسمى غوميز اون تمبيراتور خضرة كاملة طابت جوست سيرجلي من بعد باش تحطها في الماء سخون وتعاود تهزها تحطها في الماء بارد. اما هي ديجا يعني طايبه صار لها يعني بري كويسون. زيد نذكر في المقادير نتاع الكنافه نسحقوا كاس نتاع فرينة بنفس الكاس نكايلو كاس تاع ماء ونص كاس نتاع نشا ومغرفه زيت. دونك هذه هي البات نتاع الكنافه وعندنا كوالا باش نحضروا مع بعضنا الروسيد نتاع الكنافة. شعار نتاع الكنافة في رمضان نجمو نعملو بيه عش البلبل كسكسي. بالنسبة ليا كشاف يعني حاجة بركة ما نحطش فيها ثوم كيبدا كسكسي بالعلوش. بالطبيعة بالنسبة للكسكسي بالعلوش راه ما يتحطش تبلو كروية أما راهو الحاجة اللي نجمو نقولوها بالنسبة للروسيد اللي موجودين في تونس. يعني لي روسيت نتاعنا تونسية نو سون با كوديفي يعني ما عندناش وصفة صحيحة. يعني اللي يقول لك الروسيت هذيا راهي وصفة 100% تونسية صحيح خاطر عندنا ميلونج نتاع مطبخ تونسي يعني مشكل. دونك بالنسبة للجماعة يختلفوا على الثوم ما يتحطش في الكسكسي باللحم هو تابلو كروية. مي بالنسبة للقديد تلقانا نحطوا الثوم مع القديد يعني هذوما فما دي روسيت وفما عباد يختلفوا على المطبخ التونسي بالوصفات نتاعو. مي احنا نحاولوا كل انسان يجتهد كل قدير وقدره يحاول كي عنده معرفه يبارتاجيها مع الناس اللي يحبوا. باه حاجه من هنا كما قلت لكم باش نحضروا الشعار نتاع الكنافه باش نصبوا شويه زيت و اليت تام بابي ابسوربون باش نديرو البوالا اونتي اديزيف. دونك جوست كوش خفيفة تاع سيت نجمو نخليوها هكا في وحدانا ونعملوا التستينج نجربوا الشعار تاع الكنافه. بالنسبه للروسيت سهله دونك شنو ناخذوا البارتي هذيا باش نعملوا سيركل تبعوها بالسياسه
حدانا عصير الشعر. طب هذا قدرة ربي نجمو كيف كيف نعملو بالروسيت متاع شعر الكنافة، نخدمو يعني عش البلبل ولا أي حاجة حبوها كما تراب. يعني كيفه زي الشعر متاع الكنافة هذا اللي سيلو لي. نكرر نفس العملية، تنجموا تتفاعلوا معنا، تنجموا تسألونا على طريقة الإعداد متاع أي وصفة تحبوها، تقولولنا شنو عملتوا تبارة، تتفاعلوا معنا وهكا تكون عندكم يعني شعر متاع الكنافة موجود. نذكركم في المقادير: على كاس فارينة، اخترنا فارينة ليبيدور الوردة سبيسيال جاتو، زدناها كاس تامي، وزدنا نص كاس متاع انشي فانواس، مغرفة زيت نجمة، خلطناهم كلهم بعضهم، خليناهم يرتاحوا نفس المقادير يعني بنفس الكاس. وتوا هو قاعدين نطيبوا كيما تراو. هذايا الشعر متاع الكنافة ما شاء الله، شعر. كان عندكم اي استنسيل يعني صغير شعر جويد متاع الكنافة، نجم نحاولوا نجودوا احنا. نجم نزيدوا بعض القشطة، وكما قلت لكم يعني عش البلبل قطايف، بطبيعة مع سمن، ونزيد عنا سمن. توا وقت السمن، يعني تحية في بيجة الأهالي الشمال الكلهم، في بيجة موجود بالنسبة للسمن، الزلابية المخارق، إن شاء الله بقدرة ربي برشا برشا وصفات نحاولوا نحضروهم الكل مع بعضنا. هاكا كيف كيف توا حاولت باش نزود بالنسبة للشعر. هاو هكا هكا نورمالمون أجود خير، هاو هكا أجود. ونكرر نفس العملية، تاخذ قدرة ربي نعملو بيديسير، نكون عندنا هذايا تاع ديسير. الجميع اللي التحقوا بينا، اهلا شاف وفيق، تحيه شاف وفيق. دونك الجميع اللي التحقوا بينا، هذايا الشعر نتاع الكنافه، دونك كاس فارينا عليه كاس ماء بنفس الكاس، معاه نص كاس نتاع نشا ومغرفه زيت. هاكا ما تقولوش حاجه صعيبه، كل شيء نجمو نحضروه. الحاجه اللي واحد فرحان لها في رمضان في الكونفينمون، اللي موجود بالنسبه لينا الروسيت بارتاجيوها معاكم. هذا الشعر نتاع الكنافة، شوية ضوء كي، ونكرر نفس العملية. كانكم باش تحضروا بها ديسير بالنسبة لل الكنافة، بالنسبة لحظة بركة نورمالمون تكون واضحة. كيكم تخدموا بها ديسير يعني قريب في نهارين هذوما سي بون، سينو كيما تراو هايكا الكنافة مرة أخرى. توا يزي باش نكملوا المنيو نتاعنا، توا تابعونا شنو باش نحضروا بالنسبة للمنيو. كملنا مش عارف تاع الكنافة، نتعداو للبلان اللي من بعد. حضرنا
نذكركم في المنيو حضرنا حليل بالدجاج هاي تغلي نتفقدوها دونك نجمو نطفيو عليها بور لو مومون الحليل خاطر ما تسحقش برشا وقت الكويسون ناخذو باش نحضرو من بعضنا البلا الموال عندنا دجاجة بولي باك مليحة دونك لي هي سافور دو لاني 2020 باش نفوقوها دجاجة نجيبو أسيت وإلا نجم زاد كيف نفوقوها ديريكتومون في البلاطو باش نحطو في الفوق دونك عندنا دجاجة نغسلو الدجاجة بالنسبة للدجاج باش نعملو روسيت كيسو شوية دو لوردينير يعني باش نخليوها مفوحة بالطريقة العادية باش نزيدوها حاجة أخرى يعني كيف كيف مهيش باش نكونو مربوطين بحاجة معينة باهي جوست لحظة بركة الكاليتي متاع الكاميرا هذايا هو اللايف نورمالمون سي بون عندنا دجاجة باش ناخذ توا شوية مارغرين كوتينة باش نزيدو دوبلاج مع الكسكسي باش نخلطوه مليح مليح الكسكسي كيف كيف نجمو نزيدو بالفاكية نجمو نقصو معاه شوية كزبر ما نذكركم بلي كل قدير مقدر طيب باش نعديو للدجاجة بالنسبة للدجاجة باش نفوحوها بشوية ملح شوية فلفل أكحل شوية كركم شوية نعناع شايح معنا زادة كيف إبيس متاع بولي موجود لي زيبيس تاع الجميع هاذوما باش ناخذو غرفة صغيرة نخلطوها مع بعضها ما ننساوش باش نحطو شوية موتار بونا دونك مع الدجاج ونزيدوها شوية زيت هذايا كل نخلطوها نخدمو بيدينا هاكا مسحقو شكون في كو كونفينمون في الدار يعني معناش خروج ومادا باش نطيبوها لل يعني لل للعيلة ما نستحقوش لي غون فما برشا شكون يقولك نخدم باللي غون كان هذاك البرا مي سينو في الدار هاكا اخدم على راحتك ما تستحقش غون
دونك بعد ما فوحناها مليح مليح نغسل يدينا كالعادة. نريكوبير الكسكسي اللي هو ديجا تاب نورمالمون هاك باش تعرفوه تاب. جوست كي نضربوا بالليكوموار ولا بالسباتيلا اون بوا نقولوا احنا يرجع يجاوب هذاك معناتها الكسكسي طاب. باش ناخذوا المغرفه وباش نفرسيو بها الدجاج كسكسي نخليه منه شويه من بعد بطبيعه غارنيتور للدريساج ونجم نزيدو كيما قلت لكم يعني نجم نزيدو شويه فاكهه شويه زبيب شويه كزبر شويه معدنوس شويه خضره نورمالمون سي بون. نقفلوها باش تشد لنا الفورمة باش نزيدوها شوية مارغرين باش تقعد لنا بريونت نحطها من فوق هكا شوي شوي وتوا باش نحطوها اطيب في الفور. وبالنسبة للفور عندنا سيزيام سونس متاع ويربول اللي ساهل في الاستعمال متاعو تختار شنو البروغرام اللي موجود فيه قريب من 150 بروغرام باش نحطو الدجاجة نحطو الوقت وهكا تكون الدجاجة حاضرة. أول حاجة باش نعملوها باش نحلو الفور عندنا 180 دغري ونمارش ونحط الدجاج هذا نحطو كام ساقوش بلاتون هذاو بالنسبة للوقت بالنسبة للدجاجة حطيناها في الفور سيزيام سونس حطيناها كطيب الكسكسي نخليوها غارنيتور من بعد عنا الحليلة السلاطة مش عادي ولا ديسير. بالنسبة للديسير زاد ساهل شو محليه موجود في دابوسة ياما ستاسين كيف شاهي حاضر الديسير اليوم من باتيسري لسام موجود اللي هي بوزة بوزة نتاع بوفريوة ممكن نصحاكم بالنسبة للمقادير بوفريوة مي اليوم باش نحطو السكر حاطينا سكر ستيفيا اللي هو يعني باهي كله منفعة لأي إنسان يحب يقلل من السكر وعنده لطف مرض السكر وشوية عطر شيء هذه توا طايبة شن بعد باش نسخنوها شن محليها كالرابطة دونك للي يشتهي ديسير اليوم ينجم يلقاه يلقى البوزة في باتيسري نسير. ديجا مستبياتها حاضرة روميزون تمبيراتور نسخنوها
بالنسبة للمنيو بتاع اليوم متكون من حليل بالدجاج بالجبن والسوسيس، وعندنا دجاجة محشية بالكسكسي في الفول. دجاجة اخترنا لكم دجاجة مليحة، خلطناها بشوية موتارد، شوية موتارد بونا، شوية زيت نجمة ديو اللي هو ميلونج ما بين المايس والتورنسول، زدناها شويه ملح، شويه فلفل اكحل، لي زيبيس اللي احنا نحبوا عليهم. الكسكسي كنا فورناه، اخترنا كسكسي ديالي الرقيق، خليناه يتفور. كنا فوحناه قبل كل شيء بشويه ملح، بشويه فلفل اكحل، شويه كركم. من بعد حطينا الكسكسي مع الدجاجه وخليناهم في الفور يطيبوا. زدنا فوحناه بشويه زيت، ومن فوق حطينا شويه مارغرين باش تعطينا كل اللمعه الذهبيه نتاعها. هذايا بالنسبة للدجاجة. والديسير كيما ترى اللي عنا بوزة نتاع بوفريوة، زيد نذكروكم شنو فيها. ما اخترناش السكر، السكر العادي، اخترنا ستيفيا. بالنسبة للسكر هذايا الجماعة اللي عارفين عافيكم الله المرضى بالسكر يعني نجم يستعملوه، الكل منفعة يعوض السكر الطبيعي. بالنسبة للمنيو نتاعنا نورمالمون ان شاء الله يكون حضر. استنيونا من بعد لدريساج. شي هي طيبة. ان سبيسيال ديديكاس بالنسبه للجميع اللي بارتيسيبيو في رياليزاسيون تاع الديريكت. ديديكاس الحازم بن عيسى راديو بون لونور، خالد عويج تونيسكوب، وكيف كيف موجود الورده سبيسيال جاتو عندنا كيما اليوم باش نخدموا بها. موجود سوسيس مليحه، جبن هاو لوندور ادام هام لي كونديسيون نتاع لايف. عندنا جولدينا يا وديديكاس كيف كيف ان سبيسيال ديديكاس الباتيسيري لاسين. موجود الحليب ناتيلي اللي ما يغيبش علينا، وصحه وبشفاء. شهيه طيبه.